الحمد لله كل الأحزاب السياسية مساند السيد الرئيس اليوم كنا على طاولة، كانوا على طاولة واحدة مع المجتمع المدني، الأسرة الثورية، الشباب. وجدوا أنه توحيد أو أحزاب متحالفة لمواصلة المسيرة وعودة ثانية لهذا الرجل اللي قام باستلام مقالة الحكم في البلاد كعهدة أولى في وضع جد صعب، والحمد لله خرجها البر الأمان. لدينا ثقة تامة في السيد رئيس الجمهورية في العهدة السابقة، ولا تزال ثقتنا في نفس شخص السيد رئيس، يعني التزم بكامل التزاماته 54. يعني نحن نقول للسيد رئيس الجمهورية والمترشح الحر، نحن كشباب نحن معك وإلى الأمام. هذه الولاية ولاية الورود، نساند وندعم السيد عبد المجيد تبون لنصرة الجزائر والاستمرارية الإصلاحات التي قام بها في العهدة السابقة، عرفانا منهم ومنا لإنجازات المقدمة خلال السنوات السابقة. عهدة ثانية باش نوصلوا بالجزائر إلى بر الأمان، وهذا هو الشيء اللي راه اليوم جمعنا في نصرة هذا الشخص اللي هو عبد المجيد تبون.